المورد الثالث وهو ما أشار إليه العلامة الإمام العلامة ابن حجر الهيتمي في الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم في صفحة 171. انظروا أن كل من جاء بعده أشكل على من؟ على ابن بتعبير كلام. بتعبير المناوي نقلا على السبكي قال صار مثلة بين علماء المسلمين، واقعا صار كلامه معيب، ما أريد أعبر تعبير آخر. يقول من خرافات ابن تيمية، التفتوا جيدا ما هو العنوان؟ العنوان التوسل والاستغاثة والاستشفاع برسول الله. يقول من خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عالم قبله أبدا، بدعة ممن؟ من ابن تيمية. ومن سار على خط ابن تيمية وصار بها بين الإسلام مثلة، أنه أنكر الاستغاثة والتوسل به صلى الله عليه وآله، وليس كما افترى. هذه فرية على رسول الله، هذه فرية على سنة رسول الله، وليس كما افترى، بل التوسل به صلى الله عليه وآله حسن في كل حال قبل خلقه وبعده في الدنيا والآخرة. ولذا يأتي في صفحة 173 يقول وهذا المعنى، يعني أنه علمنا كيفية التوسل، وهذا المعنى حاصل في حياته وبعد وفاته، لا فرق بين الحياة وبين الممات.